دي حقيقة الموضوع. فستان أزرق في أسود، لكن اللي عمل اختلاف هي الإيديت المعمولة على الصور بتاعته. إيه أم الشيء المصيري في الموضوع عشان نعرف لونه؟ وكأن مشاكلنا كلها اتحلت. البوكسر ده أسود في جراي ولا جراي في أسود؟ يخرب بيت التفاهة. حظر النشر. النائب العام بقى بيصدر قرار بحظر النشر في أهم القضايا، مقتل شيماء الصباغ، مقتل محامي داخل اسم شرطة المطرية، مع العلم إن حظر النشر ده ضد الدستور. وبكده كل ما تسمع حظر نشر اعرف إن الشرطة قتلت حد. رفقا بالحيوانات. العنف والبلطجة بقى أسلوب حياة خلاص. ما تبصش. أقل ما يقال عليهم إنهم مش بني آدمين علشان ما نظلمش الحيوان. بادرة أمل عربية جميلة. فريق طبي من دكاترة متخصصين في القلب، إماراتيين، سعوديين ومصريين، بيعملوا عمليات قلب مفتوح بالمجان للفقراء. هي دي الروح الإنسانية اللي احنا مفتقدينها وفعلا محتاجينها. بجد برافو عليكم.